بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف نتدرب على الإملاء، كتابة جمل تتضمن حرفي السين والصاد. اكتبوا معي: اصطاد، اصطاد صياد، اصطاد صياد سمكة كبيرة. الجملة الثانية: قرأت سورة سورة العصر. لاحظوا معي الجملة الأولى: اصطاد صياد سمكة كبيرة. بالنسبة للكلمة الأولى تحتوي على حرف الصاد، اس، يعني نفرق بين صاد مفخم والسين مرقق. اصطاد صياد، يعني اصطاد بالصاد، صياد كذلك بالصاد، سمكة سين س سمكة، يعني السين حرف مستفيل، صاد حرف مستعلي ومفخم. إذن صاد تغلط والسين ترقق في النطق. إذن فرق بين ص وبين س. اصطاد صياد سمكة كبيرة. إذن قبل الكتابة يعني أعيد قراءة الكلمة أو الحرف الذي أريد أن أكتبه لكي أفرق بين الصاد والسين. قرأت سورة العصر. سو حرف السين هنا ممدود بالواو، سو سورة العصر، ص
حرف صاد ولا نكتبها بحرف السين، وكذلك صورة لا نكتبها بحرف صاد. قرأت سورة العصر. يعني أعيد قراءة الجملتين. اصطاد صياد سمكة كبيرة. قرأت سورة العصر. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.